السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نعمل علاج للشعر الذي ينمو تحت الجلد بعد الحلاقة، أو بعد ما الواحد يرفع الشعر، يعني يشيل الشعر من الجسم، بتطلع هيك حبوب تحت الجلد، تظهر الحبوب فوق الجلد والشعر يكون تحت الجلد. طيب، هذا الشعر ينمو يعني تحت الجلد، دائما يعني يطلع هذا بعد الحلاقة عند الرجال أو عند النساء بعد ما يرفعون الشعر من جسمهم. في كثير من النساء والرجال يظهر لهم شعر تحت الجلد. طيب، كيف نحل هذه المشكلة؟ هو هذا الشكل، يعني الشعر يكون على شكل يظهر يعني على الجلد، أحيانا عند بعض الناس على شكل حبيبات، هيك حبيبات صغيرة وحمراء، وفي بعض الناس تظهر لهم على شكل دمامة صغيرة وتكون فيها شعرة وتكون كتير هذه مؤلمة. أحيانا تظهر تحت الإباط أو بالساقين أو بالمناطق البكيني، يعني تظهر بكل مكان اللي يرفع من عنده الشعر عند بعض الناس. فبناء على طلب أحد الصديقات طلبت من عندي هذا الشيء، وأنا طلعت لكم حلقة قبل هذه أو فيديو قبل هذه بأن كيف يعني نتخلص من الشعر من الجسم، وحكيت لكم راح أطلع لكم كمان يعني الجزء الثاني مكمل اللي سويته. شغلة كل سهلة وما بدها كل يعني توتر وكل خلطة. راح اعطيكم، انا دائما من طبيعتي اعطيكم اكثر من حل، بس كل الحلول يعني شلون نقول توصل لنا الى نفس النتيجه. اول حل اعطيكم ابسط الحلول اللي هي البيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم هي بيكربونات العفو تبعت الخبز اللي نستعملها للخبز، هي مضاد للالتهابات، ما بدها اي تعقيد واي شيء. بعد ما تسوون يعني ترفعوا انتم الشعر من الجسم، طيب بتحطوا ملعقه هيك يعني صغيره، طيب ان شاء الله تكون واضحه، وتحطون كمان تقريبا يعني مي، نقول مثلا نص كوبايه هيك او 6 7 ملاعق، وتغسلوها اقول تذوبوها هيك كويس، اوكي، بيذوب كثير منيح، وتحاولوا تطهروا المناطق دائما اللي ترفعوا فيها من هالشعر وتظهر من عندها. هذه بتكون يوميا المدة 3 أيام يوميا، يعني عادي هذا حتى لو سويتوها كررتوها مرة أو مرتين بالنهار ما راح تصير أي مشكلة. يظل تقريبا من نص ساعة إلى ساعة على الوجه، وبعدين تغسلون وجهكم طيب، وتكرروها ثاني يوم وثالث يوم. كتير كويسة يعني شلون سودة الخبز تطهر المناطق اللي بالجسم، وكتير كويسة وكتير منيحة، وكمان هي مبيض للبشرة، يعني ما راح تكسر وراح تسوون اشي كلش راح يفيدكم، يطهر من الالتهابات وكمان يعطيكم بياض للشسمة. هذه اول خيار انا طلعته للي يقدر يستعمله. الخيار الثاني اللي عندكم كمان شغلة كلش سهلة وما بدها اي تعقيدات. كمان كنا نعرف شو اسمه شاي، شجرة الشاي الكل تعرفها. طيب شو راح تاخذون؟ راح تاخذون قليل من الماء، كمان ماي مش كثير، يعني مقدار نقول هيك ملعقتين ثلاثة حسب انتو كل واحد كيف بده يسوي، ملعقتين ثلاثة، وتحطون كل من ما زادت كمية المي تزيدوا كمية قطرات الزيت شجرة الشاي. يعني نقول مثلا اذا حطيتوا على كوباية بقد هذه، طيب تحطوا ملعقة بقد هذه، خليني اورجيكم بقد هذه زيت، طيب تحطوا كمان الزيت، وكمان ما بدها اي مشكلة يعني هيك تحطوا وتخلطوها كمان كتير مع بعض كتير كويس. وشو بتعملوا؟ بتحطوها كمان تطهرون المكان اللي فيه هذا الشعر اللي يطلع يعني داخل الجلد. كمان نفس الطريقة زي ما حكيت لكم، تاخذون قطن
كتير كويس يعني زيت شجرة الشاي كتير منيح، يقضي على البكتيريا، مضاد للبكتيريا، مضاد للالتهابات، بيطهر الجلد كمان نفس الطريقة تعملوا له هيك. هو كمان مغذي للبشرة ومنعم للبشرة، وبنفس الوقت على فكرة يخلي يعني يقلل من نمو الشعر بالجسم مع الاستمرارية، يقلل النمو الشعر بالجسم. طيب نفس هاي الطريقة تكرروها بعد الحلاقة أو بعد ما ترفعوا الشعر عن الجسم زي ما بحكي لكم، يعني تكرروها 3 4 مرات بعد ما ترفعوا الشعر، كتير منيح وراح يحفظ لكم على الشعر اللي يظهر تحت الجلد. طيب عندنا كمان خيار الثالث كمان اللي بده كمان يعمله، إن شاء الله كلش سهلة وما بدها أي تعقيدات. هي عبارة عن شو؟ عبارة عن الشاي الأسود. كنا يعني نعرف الشاي الأسود، الشاي الأسود اللي نشربه بوجبات الفطور وهذا الشاي العادي هي. طيب كل شيء ما فيه شاي أسود، وشو بتحطوا له؟ يعني تاخذون مقدار قد هيك شاي أسود وتاخذون معاه، تخلون شو بتخلون يعني هالقد جوز الهند، هذا جوز الهند. طيب بتخلوه مع شاي سخن، طيب وتخلوه يذوب كويس. طبعا هذه الخلطة راح تستفادوا من عندها شلون نقول 2 بواحد. طيب منها تبعد الشعر عن الجسم، بتقلل من نمو الشعر اللي بالجسم تدريجيا، يعني تقليل طبيعي بيكون. زين هذا كل شو بتسوون كمان؟ تمشوا على الجسم المكانات اللي مصابة، أو بعد ما ترفعوا الشعر من الجسم بالمناطق البكيني، في تحت الأبط، في يعني بالبطن، وين مكان، باللحية تبعت يعني الرجال، بالوجه كتير كويس، ويقلل الشعر كمان من الوجه. نفس الطريقة زي ما حكيت لكم، تحطون قطنة وتمشوها على الوجه او على اي مكان بدكم اياها، وكمان هو يعني يقضي على البكتيريا، وكمان كثير كويس يقضي يعني يقلل نمو الشعر. طيب هذه الخلطة الثالثة. في كمان اشي كلش كويس وحلو كمان، سبق وانا قلت لكم خلي الورد، خلي الورد كتير كويس وكتير حلو وكتير مطهر، منها يشد البشرة، منها يبيض كمان. تقدروا كمان بقطنة وتحطوه على المناطق المصابة اللي بدكم، يعني الشعر اللي يطلع تحت الجلد كتير كويس وكتير منيح، وكمان اللي يستعمله بعد الحلاقة بالمناطق اللي ما بده تظهر فيها شعر بيقلل كمان يعني. طيب ومطهر هو كتير منيح جسمه. وكمان زي ما بدي احكيكم كمان شغلة، الشبة كمان كتير كتير كويسة وكتير منيحة، وكمان شلون نقول، هي بتبيض وتطهر وبنفس الوقت يعني بتخلي الشعر ينمو على فترات طويلة ومع الاستمرارية تتخلصوا من الشعر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم حلقتي كانت مكملة، أو الفيديو تبعتي مكمل للفيديو اللي طلعته قبل هذا الوقت، وإن شاء الله في وحدة من الصبايا طلبت من عندي يعني ماسك للوجه، يعني لإزالة الشعر من الوجه، راح أطلع لكم إياه إن شاء الله، أو أقدم لكم إياه مع أي شيء أسويه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى من عندكم تعملوا لي لايك وشير على قناتي، وتدعسوا كمان الجرس عشان يوصلكم كل جديد من عندي، ومع السلامة.